طاب نهاركم. تصعيد عمليات الجيش الروسي شرق أوكرانيا بعد استهداف مصنع قرب عاصمتها كييف، وتصعيد عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية يتصدران نشرة الظهيرة التي سأقدمها لكم أنا فرح البرقاوي، وفيها نتابع مع مراسلين تطورات الموقف بما له من تداعيات دولية متباينة. وفي الظهيرة أيضا نحاول أن نستطلع أسباب التوتر الأمني الذي شهدته العاصمة الليبية طرابلس، وأن نتقصى أنباء غرق السفينة المحملة بالوقود قبالة السواحل التونسية. الظهيرة تأتيكم على شاشة التلفزيون العربي في تمام الساعة 4 بتوقيت القدس، 1 بتوقيت غرينتش، ويمكنكم متابعتها عبر البث الحي على اليوتيوب. كونوا معنا.